السلام عليكم، انا سميتي عادل البعبان وسميه الكليون تشيكو. كنعاني وعندي واحد المشكل اللي هو ماديا هنا في هذا الشارع، هو ماديا اللي جاي كيتصور معاك كيعطيك جوج دراهم ثلاثه دراهم، يعني انا عندي ازمه سكن، هذا هو المشكل. وكنعاني بواحد المرض، هو عندي مرض ديال الدقه، ولكن هذا هو المشكل ديالي، وعندي ازمه سكن، عندي وليداتي ومشكلتي ما عنديش فين نسكن، هذا هو المشكل الكبير اللي عندي، الوحيد اللي كنعاني به هذه تقريبا 14 عام ملي تزوجت، وانا هذا هو المشكل ديالي. الله يجازيكم بخير، الله يرحم الوالدين الا ما تشوفوا من حالتي، الله يرحم الوالدين. انا عندي ازمه سكن، هذا هو المشكل الغرض الوحيد. كون كنت كنقد نخدم كره ربي اللي انبيا كره عندي الماده كراني بخير الحمد لله، ولكن هذا هو المشكل. المجتمع ديالنا ما كيبغيش يعاونك ويعتقك، هذا هو المشكل. الله يجازيكم بخير، شفنا الجمعيات وشفنا اي حاجه كيقول لك انت بصحتك، ولكن كون كانت عندي الصحه كراني بخير الحمد لله، ولكن هذا هو المشكل. عندي ازمه ديال السكن، الله يجازيكم بخير لما تشوفوا من حالتي. النمره ديالي 06 69 36 00 33. الله يجازيكم بخير، الله يرحمكم الوالدين لما تشوفوا من حالتي، تبارك الله عليكم. هذا النداء هذا كنوجهو للناس اللي كيحنوا القلوب اللي كيحنوا الناس اللي كيصدقوا على ذوك الناس، الله يجازيهم بخير. راني شت الناس اللي كيصدقوا تانا عليا، راني تانا مسكين وربي اللي عام بيا، كان بات غير في الزنقه، والله العظيم الا كان بات غير في الزنقه، راه ماشي ما عندي لا دار لا والو. الله يجازيكم بخير، الله يرحمكم الوالدين الا ما عاونوني في هذه الازمه اللي عندي انايا، راني ما كنصور حتى شي حاجه في هذا الشارع. الله يجازيكم بخير وتبارك الله عليكم وشكرا.